ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يا أخي واحد قال دخل المسجد دار يعمل نصيحة، واحد اداه كف ترقى، الناس منتظرين انه يشاكل وضاري وكذا. قال يا أخي أنت كافتني لي، أصل أنا يمكن دار أقوم أشحد. قال أنت كافتني لي. قال الزول ده جاي يمرق الجامع جد شبه فيه. قال لا والله إلا تتكلم. قال والثاني تجي تتكلم. قال تجي تتكلم أنت ما تستعجل، تمشي جامع في عمك كبير زهجان والرطوبة مواجعاه وعنده مشاكل وبهيم تراحت وبيجي بتفشى فيك. زي واحد من اخواننا ما جا السلمة سوى نصيحة ضعيف، حكى لي براو انتهت النصيحة لما فيه جماعة بسلموا عليهم متكيفين. قال لي في حاجة ماشية عندي. قال لي والله وشك ده هو ضعيف. قال لي وشك ده فيه حالات كف. قال لي يا حاج. قال لي معلك يا اخي تكفتني ليه؟ قال لي قال يا حاج معليش الرسول ضربوه صلى الله عليه وسلم. قال لنا انتوا مثله انتوا مثله فوق مجا. فانت شنو تصبر؟ الناس تحسن لا تصبر. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى وقولوا للناس حسنى تحسن لهم تبين لهم الخير والتي هي احسن وتصبر على ذلك. اما المعاند وصاحب الشر المعاند والذي يضر الناس هذا من الاحسان ان تشد عليه، من الاحسان والرحمه بالخلق ان تشد على هذا لتمنع الخلق من شره. ودي مواضيع كثيره قد تطول.